صباح الخير عليكم يا شباب. النهاردة جاي لكم بفيديو جديد عن مهمات الأسبوع الثالث. أسبوع جديد عليكم إن شاء الله، إن شاء الله يكون جميل. وهفتح معكم برضو 10 صناديق كده اللي احنا بنجمعهم دول. يعني تعالوا الأول نبص على المهمات. دي مهمات الأسبوع الثالث: استعد ألف من الصحة في الوضع الكلاسيكي، اختار مهم من التلاتة، اهبط على أي سطح في بارادايس 3 مرات، اهبط على أي سطح في بركادو ميرامار، اهبط على أي سطح في ميلتاري 3 مرات في الوضع الكلاسيكي اللي هي المطار. يعني التقط QBS خلال 3 مباريات في الوضع الكلاسيكي، دمر 10 إطارات مركبات في الوضع الكلاسيكي، استخدم الرمز التعبيري التصفيق أو الترحيب في سكول في الوضع الكلاسيكي، برضو استخدم ميدان الرماية 3 مرات في المباريات خلال احتفال الذكرى السنوية، التقط بندقية تقريبا دي البندقية بتاعت الدروب الجديدة، يعني عدم الارتداد في 2 مباريات في وضع الحمولة. دي في وضع الحمولة، اوكي، بس انا ملعبش حمولة خالص. اربح مباراة كلاسيكية 1 مرة خلال ارتداء خوذة القوات الخاصة الروسية، يعني تكسب مباراة ويكون معك خوذة 3. اقتل 5 أعداء باستخدام مسدس في أي وضع، ضيف 6 أصدقاء، اقتل 16 أعداء باستخدام البنادق الهجومية في أرانجل في الوضع الكلاسيكي، امنح 20 إعجاب لأعضاء الفريق. دي المهمات، هذا لكم تاني بس بعد ما نفتح ايه 10 صناديق. اعتقد ان هي يعني كويسة مش وحشة، يعني مهمات من الصعبة. دي الأحداث الجديدة، 3 مباريات تاخد درجتين، تقتل 3 تاخد 3 فضيات، ده الاسترداد. واو، طب ما هو في في اس اس كامل ب120 نجمة، وفي تي شيرت كامل برضو ب60 نجمة، حلوة قوي حلوة قوي، بنطلون كامل ب30 نجمة. اعتقد ليها اولوية بقى وافضلية. طب ايه اخبار النجوم، نجيبها منين النجوم؟ هل سهل تيجي ولا لا؟ تحرك 1000 متر، ده النجوم نجيبها منين؟ النجوم نجيبها منين؟ لسه مش عارفين نجيب النجوم منين. طيب يا مسهل انا دخلت هنا تاني. استرداد، يلا بسم الله نفتح ال10 صناديق دول نشوف حظنا ايه. No comment. لا، خادم لا يستجيب. ايه الهبل ده؟ هيضيع على الهدايا كده يعني. النور قطع مثلا،
كده انا مش عارف انا حظي وحش ولا حلو بصراحة. يعني جالي 100 و 160 فضية وتلات قمصان، لا ده 4 قمصان والوش بتاع الكتكوت ده. فانتوا قولوا لي بقى انا حظي حلو في العشرة دول ولا لا؟ ماشي، 461. شكرا لحضراتكم. دي التصنيفات الأسبوعية. عايز اشوف وش الكتكوت ده عامل ازاي. عشان لابس الخوذة مش باين. يا ربي على القرف، ما هذا القرف. لا ده الوش المعفن ده احلى منه، قصدي الوش الحلو ده احلى منه. معيش متهيألي بطايق تاني. لما جمع بطايق تانية بقى افتح 10 صناديق تاني. طيب تمام، نتكلم عن المسابقة. انتوا طبعا انا بلغت ناس كتير فيكم ان في رويال باس تاني في 1/4. ماشي، دول الناس اللي كسبوا معانا الرويال باس الموسم 12 زي ما انتوا شايفين اهو. روز، صلاح، عماد، سارة، كي، دول الناس اللي كسبوا. المنافسة دلوقتي خلاص ايفل شحنت، عماد شحن، ايه ده فينيم وشحن. اوكي ده بينافس بشدة يعني، هو منافس. اوكي ايروين، صلاح شحن خلاص، شحن الرويال باس، روز شحنت، وباسم شدوا حيلكوا شوية يا شباب، شدوا حيلكوا شوية لأن المنافسة اشتدت. ولسه قدامكم فرصة لحد 1/4، يعني في ناس كسبت خلاص وفي ناس هيكسبوا في 1/4 يعني المسافة ما اعتقدش بعيدة يعني. فشدوا حيلكم في مسابقة الدجاج، وبشكر كل الناس اللي بتبعت. يعني في ناس والله بتبعت قليل بس برضو لازم اشكرهم يعني ان هما ساهموا معانا في المسابقة، زي ايرين ب10,000 بس، ام جوست 1800، اسلام 2100، هالكاردا 2200، طارق بعت 3100، بوت 3200، صياد 3300، باسم 4200، صلاح خلاص شحن قلنا، وروز وإروين 5500، وفينوم 7600. فطبعا يعني كل اللي اشتركوا في المسابقة دي مشكورين جدا، ولسه في ناس هتكسب ريال بس 1/4. فشدوا حيلكم شوية، والناس اللي تحت شد حيلهم شوية، ولو دي طاقتكو فبرضو مشكورين يعني. انما لو عندكو تاني يعني المسابقة شغالة لحد 1/4، فربنا يوفق الجميع ان شاء الله، ونشوف كاسبان جديد للرويال باس. تعالوا نعيد بسرعة المهمة بتاعة الاسبوع التالت. التالت، ها التالت. استعد 1000 من الصحة في الوضع الكلاسيكي، انزل على بارادايس 3 مرات، طبعا دي في سان هوك، انزل بيكادو 3 مرات في ميرامار، انزل في المطار 3 مرات، التقط دي بي اس خلال 3 مباريات في الوضع الكلاسيكي، دمر 10 إطارات مركبة في الوضع الكلاسيكي، استخدم الرمز التعبيري التصفيق أو الترحيب في سكول في أرانجل، استخدم ميدان الرماية 3 مرات في المباريات خلال احتفال الذكرى السنوية، التقط بندقية عديمة الارتداد في 2 مباريات في وضع الحمولة، اربح مباراة كلاسيكية
واحد مرة خلال ارتداء خوذة القوات الروسية اللي هي خوذة 3، قتل 5 أعداء باستخدام مسدس في أي وضع أكون بإضافة 6 أصدقاء، قتل 16 أعداء باستخدام البنادق الهجومية في أرنجل في الوضع الكلاسيكي، امنح 20 إعجاب لأعضاء الفريق. تمام، دي مهمات الأسبوع الثالث. طبعا مهمات الأسبوع التاني أكيد فتحت عندكو يعني، ف خلينا أنا جبت لكم التالت اللي هو يعني بيفتح برضو عند ناس كتير، بس في ناس مش بيفتح عندها. واتكلمنا عن المسابقة وعن الناس اللي هيكسبوا المرة اللي جاية، وعملنا ايه تاني، وفتحنا 10 سنين مع بعض، قولوا لي رأيكم حظي كان حلو فيهم ولا لأ. ودايما شاركوني كده، حسسوني ان انتم موجودين يعني، بلاش احس ان في الناس كلها بتجيب ما بيظهروش غير في وقت معين وبس. ده الاي دي بتاعي 5666، هعيد الاول 5668895158. ده الاي دي، وطبعا الاسم محمد عشماوي هو نفس اسم قناة اليوتيوب، عشان الناس بس اللي بتسألني اسمك ايه على اللعبة والاي دي بتاعك ايه. انت لو عملت كوبي للاسم بتاع قناة اليوتيوب وحطيته في السيرش هنا في اللعبة هيظهر لك الاكاونت بتاعي. تمام، مش هطول عليكم اكتر من كده، واشوفكم على خير، وان شاء الله الاسبوع يكون جميل عليكم ان شاء الله. لو في اي حد عنده استفسار او اي حاجة يبعت لي على يعمل لي كومنت على الفيديو يعني، واللي شاف الفيديو مش مشترك يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس ويعمل لي لايك على الفيديو كدعم يعني. احنا بنكسب رويال باس للناس اللي بتتابع معانا، والناس اللي بنعمل مسابقات وبنكسب عليها رويال باس يعني. تمام، ودي الناس اللي كانت كسبانة معانا مرة تانية يعني، ولسه في ناس كسبانة في 1/4. فاللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس وبيشيروا الفيديو، عشان يعني على قد ما نقدر يعني نزود المشتركين شوية يعني، ما عندناش غير 200 مشترك بس. ماشي، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.